Hello, grade 9. How are you? I hope you are all doing well. Today, we will take language development. تطور اللغة in page 31 in student's book. So open your student's book, page 31. And let's start together. Here we are in page 31. We have The title of this page is language development وهي تطور اللغة. We have some exercises we will going to answer it together. Complete this text with the correct form of be going to or will. من نكمل التكست اللي عنا هون yep will yep going to. Let's read the text together. In the heart of Silicon Valley, في قلب مدينة اسمها أو وادي اسمه وادي سيليكون, people are working on a new type of internet. الناس يعملون على نوع جديد من الإنترنت. It will be more powerful, سوف يكون أكثر قوة than the one we have known, عن الإنترنت اللي بنعرفه حاليا. اخترنا well لأنه عم بعمل تخمين أو تحذير ومش ما عم بحكي عن إشي مخطط له مسبق أو إله أي دراسة مسبقة. Imagine you are typing an email. تخيل أنه أنت بتكتب إيميل. The internet, الإنترنت رح يعمل will know its subject, رح يعرف أنت عن شو بتكتب, and it suggests website, سوف يقترح websites, مواقع, and books, وكتب, as well as documents, وكمان رح يقترح ملفات, photographs, صور, and videos, وفيديو you have saved that may be relevant to this topic. يعني بشوف انت عن شو بتكتب وبقترح لك كل هاي الاشياء اللي بتكون relevant لها علاقة بالموضوع اللي انت بتقترح الموضوع اللي انت بتكتب فيه عشان يساعدك. The new web, الشبكة الجديدة شو رح تعمل, will become smarter, صح تصير أذكى than the previous one, عن الشبكة السابقة أو القديمة. It will connect every aspect of our digital lives, رح تعمل connect ربط of every aspect مع كل عنصر من عناصر ال digital lives, حياتنا الإلكترونية. With web 1.0, engineers wanted الويب اللي راح يخترعوا جديد اسمه أو رقمه 1.0, wanted to make information accessible to everyone. الانجينيرز اللي اخترعوا المهندسين بدهم يعملوا كل الانفورميشن accessible, يعني نقدر نوصل إلها, يعني accessible بمعنى القدرة على الوصول to everyone, لجميع الأشخاص. With web 2.0, users are able, عندهم القدرة to connect, لا يعملوا تواصل with one another, مع بعضهم البعض. Now, الآن engineers are development web, هسا اللي بيخترعوا فيه اسمه سوري مش اسمه 1.0 اسمه 3.0, which ايش فيه, a lot of people, جميع الناس already started using, بلشوا يستخدموا هذا الويب. This is going to make the web much more intelligent, هذا الاشي رح يخلي هاي الشبكة more intelligent, اكثر ذكاء. هسا ليش هون يا تاسع استخدمنا is going to, لانه هاي شغلة عملوها دراسة. ليش كيف عرفنا, ما هو بحكي لنا انه a lot of people already started using, انه كثير من الناس جربوا هذا الويب, هاي الشبكة, فهاي الاشي اللي بحكوه كان مبني على دراسة او على اشي موجود يعني موجود فعليا, عشان هيك استخدمنا is going to. تمام, ما استخدمنا well, يعني احنا مش عارفين انه راح يصير ولا ما راح يصير, احنا اشي متأكدين منه. تمام, with the web
3.0, they are going to give the internet a brain. مع هذا الويب شو رح يعملوا؟ Are going to, سوف give the internet, سوف يعطوا أو يمنحوا لشبكة الانترنت a brain, عقل. فهذا تشبيه يعني مجازي إنه رح يصير الانترنت more intelligence, أكثر ذكاء. This is exercise number one. Exercise number three. Use this word to ask a question and answer them. بدنا نشوف هاي الكلمات عنا هون. يا تاسع مخربطة. بدك ترتب الكلمات وتعمل منها سؤال وتجاوب عليه. مثلا where are people مثلا working on a new type of internet. هيك بتعمل السؤال وبتجاوب عليه. فهمنا؟ يعني بترتب الكلمات وبتجاوب على السؤال. So it's a homework. Question number three, يا تاسع homework. And question number four. In a group, في مجموعة, say what your plan are for the holidays. بدك تحكي شو هي الخطة تبعتك للعطلة. احنا قربنا نخلص الفصل الأول, فعنا عطلة بعد الفصل الأول. بدك تكتب لي يعني هيك اشي مختصر شو بدك تعمل بالعطلة للفصل الأول. So عنا homework حكينا, exercise number 3, exercise number 4. The last exercise that we have, exercise number 5, put the following words in the correct column. بدنا نحط الكلمات هدول بالعمود الصحيح. أول عمود عنا computer, الحاسوب. ثاني عمود science fiction, الخيال العلمي. بدنا نشوف شو الكلمات اللي إلها دخل بالكمبيوتر نحطها بالكمبيوتر, والكلمات اللي إلها دخل بالساينس فيكشن. Let's read. Webcam اللي هي الكاميرا أكيد إلها دخل وين؟ بالكمبيوتر, فعطيناها هون. Principle اللي هي المبادئ, مبادئ إلها دخل بالساينس فيكشن صح؟ Setting, setting حكينا شو هو بالساينس فيكشن, Time and Place اللي بتصير في الستوري تبعات الساينس فيكشن. فالسيتينج رح ينحط في ساينس فيكشن. ثريلينج ومعناها مدهش جدا. شو هو المدهش؟ الخيال العلمي, قصص الخيال العلمي. بيلت ان اللي هو الدمج حيكون بالكمبيوتر. داونلود التنزيل بالكمبيوتر. كونكت اللي هي التواصل برضو بالكمبيوتر. فهمنا؟ يعني شو الكلمات اللي إلها دخل بالكمبيوتر حطيناها بكولوم الكمبيوتر, والساينس فيكشن الخيال العلمي حطيناها بكولوم ساينس فيكشن. هذا الاكسرسايز مهم يا تاسع, ممكن يجيب الامتحان أسئلة مثل هيك. So now don't forget your homework. ما تنسى الواجب 3 و4. And that's all for today. الواجب جدا مهم يا تاسع, عليه علامات. Yes, that's all for today. If you have any questions, send it to me. Thank you for your watching and good luck.